السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة. النهاردة كده جاية لكم فيديو فرقعة ان شاء الله بإذن الله يكبر بيكم بإذن الله. النهاردة بقى هنعمل لكم ايه بقى؟ المفاجأة الكبرى، 2 تورته بحالها ها، ببضاية واحدة فقط. اتحديت نفسي بقى، والنهاردة المكونات بتاعتي كالعادة مكونات الكيك او اي تورتة عندي في قلب القناة، وعملت معاكم 2 تورته، واحدة بالشوكولاتة وواحدة بالفواكه زي ما انتم شايفين، وطعمها تحفه تحفه تحفه، وطريقتها سهله جدا، واي تزيين انت حباه، وببيضه واحده وتحدي، مش هتلاقي الكلام ده الا عند ام ريان وبس. يا رب تكون ان شاء الله الفيديو خفيف وحلو على قلوبكم ان شاء الله باذن الله. وتعالي بقى معايا داخل الفيديو عشان نشوفوا احنا عملنا الحلاوه والجمال ده ازاي. خليكي معايا، شكل التورته بيقول لكم تعالوا كلوني. والطعم كان جميل جدا، وان شاء الله تجربوها ومش هتندموا. تعالي بقى داخل الفيديو نعرف ايه هي المكونات. اول حاجة المكونات بتاعتي سهلة جدا كالعادة، مكوناتي الاساسية في اي كيك او تورتة هي ايه؟ 1/4 كوباية من الدقيق، البضاية الواحدة فقط، 1/4 كوباية من اللبن، 1/4 كوباية من الزيت، 1/4 كوباية من السكر. الكوب اللي انا بعاير بيه اللبن والزيت والسكر هو اللي بعاير بيه الدقيق والبضاية الواحدة، ومعانا الفانيليا بتاعتنا والبيكنج باودر والكيكشف والكاكاو الخام. انا بستخدم كاكاو دريم، حلو جدا للحلويات، بعمل منه صوص الشوكولاتة، وفي نفس الوقت بعمل منه اي حاجة للحلويات انا عايزاها. ابدا بقى اجيب الخلاط بتاعي، ابدا احط فيه المكونات السائله، سكر، زيت، بيض، فانيليا، اللبن. دي بقى الدقيق بتاعي، هبدا احط عليه البيكنج باودر، وبعد كده هبدا اقلبهم وانخلهم كده. الخطوه دي اساسيه بحيث اللي هي هتخلي العجينه معاكي هشه وجميله، الكيك معاكي هش وجميل. لحد كده المكونات سهلة والطريقة ما فيش اسهل من كده. تبتدي تنزلي كل الخليط الحلو ده مع بعضه، وتبتدي تقلبيه كده لحد ما يتجانس مع بعضه، يبقى قوام متجانس. لحد كده احنا ما عملناش الكاكاو، عايزة تخليها بالفانيليا بس ما فيش مشاكل، عايزة تخليها واحدة كاكاو واحدة فانيليا برضو ما فيش مشاكل. المهم الخليط الحلو ده هبدأ اقسمه نصين، نص كده احط فيه معلقتين كده او معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، وابدأ ايه اخلطه مخلطة كويسة كده. انا بصراحة قلت المرة دي، انا كل مرة بعمل بالمكونات دي تورتاية واحدة، فكان ده تحدي بالنسبة لي ان انا اعمل 2 تورتة. كالعادة الطاسة بتاعتنا دهنة زيت على النار، تمام، وابتدي احط فيها بقى الخليط. انا النهاردة كده عاملاها معاكم بقى، ولا بيض كتير ولا مكونات، وفي نفس الوقت طريقتها سهلة جدا. تورتة الطاسة انا عاملة بيها كل التورات اللي في القناة، يعني حاجة كده زي العسل كده زيكم، والله العظيم بيبقى طعمها زي العسل، ان شاء الله تجربوه. اهم حاجة تهدي عليها النار في اللحظة دي، وهي مش هتاخد 3 دقايق طول ما، يعني اهم حاجة النار هادية بس. اول ما تلاقي الفقاقيع كده بتاعتها عملت، تبتدي بس تهدي عليها النار وتغطيها، اهم حاجة عشان البخار اللي بيطلع يسويها. بعد كده هتبتدي ايه تعملي بالاسباتولا كده، هتلاقيها خلاص، يعني هي بدل ما هي بتتشال معاكي بمنتهى السهولة، هبدأ بس اسيبها كده على جنب لمده دقيقه، بحيث اللي تلاقي الوش بتاعها خلاص استوى بقى زي الفل. عايزه تقلبيها الناحيه الثانيه مفيش مشاكل، بس انا مش بقلبها، هي بسيبها كده مجرد بس دقيقه كده على جنب بعيده عن النار، هتلاقيها كلها بقت عجينه حلوه ومتماسكه كده. القوام بتاع اول تورته معايا اللي هي تورته الشوكولاته جاهزه معايا، جبت 1/4 كيلو كده بصراحه، استخدمت 1/4 كيلو من الكريم شانتيه، هبدا احط عليه السكر والميه المتلجه، ده اللي انا هستخدمه للحشوه اللي هي الكريمه. يعني اهم حاجه تكون الميه متلجه، عايزه تستبدليها بلبن مفيش مشاكل برضه، تمام. دي بقى ايه الفانيليا البيضة، اهم حاجة كل طبقة بتطلعيها، دي قصدي الكيكة البيضة، الطبقة اللي بتطلعيها تحطيها في طبقة لوحده بحيث اللي هي ما تلزقش مع الطبقة التانية. معلش هي هتحتاج مواعين كتير شوية عشان انت هتحطي كل طبقة في طبق لوحده، بس يعني معلش عشان الحاجة تطلع حلوة وناجحة معاكي. المهم كده اول ما تلاقيها فقاعد كده عملت فقاقيع، تبتدي ايه تشيليها بالراحة كده وتحطيها في طبق على جنب. صوص الشوكولاتة عاملها معاكم في قلب القناة كتير، عشان ما طولش عليك الفيديو فعملته كده لوحده، طريقته سهلة ومكوناته بسيطة، يعني كلنا شطار فيه، والقوام بتاعه يعني زي العسل، يعني عامل كده شبيه للدونت، وطعمه كان جميل جدا.
المهم بقى هبدا اضرب كل بقى القوام بتاع الكريم شانتي. انا عايزه القوام بتاعه يبقى تقيل، عايزه ازودي عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام بحيث اللي هو يبقى بالشوكولاته مفيش مشاكل، بس انا يعني احتاجته كله ابيض المره دي. اول ما بتلاقي القوام بتاعك تقيل كده ومش راضي يمشي كده مع المضرب ابتدي زودي ميه، بس احنا مش عايزين القوام بتاعه خفيف، انا عايزاه تقيل كده وماسك نفسه بحيث اللي هو يبقى حلو كده كريمي وحلو. جبت بقى ايه القوالب الحاجات دي وابتديت احط او اي طبق عندك، دي كراسه ورق كراسه عادي خالص، ده بقى ليا ام ريان، ده علشان خاطر احطه كده تحت الكيكه ما يبوظش المفرش ولا الطبق اللي معايا، وفي الاخر اشيله بمنتهى السهوله. اول طبقه معايا حطها كده، بصوا الطبقات حلوه زي الفل وطريه. ده بقى جبت شويه صوص شوكولاته وحطيت عليها شويه لبن وقلبتهم كده مع بعض وابتديت اسقي بيها الكيك براحتك خالص، عايزه تحطي نسكافيه براحتك خالص، قهوه برده براحتك، شويه لبن وفيهم معلقه سكر كده برده براحتك. ابتديت اجيب اول طبقه كده من الكريمه، عايزه طبقه معتبره كده حلوه بحيث اللي هي تعلي التورته معايا. وبعد كده اجيب الطبقه الثانيه، انا بحطها كده على ظهرها زي ما انتم شايفين، طبقه الكيك اصلا طريه وزي العسل زيكم. بصوا شايفين الميه كده بتنزل، مش الميه، الصوص بينزل على الورق اللي انا حطاه، ده فايدته بقى يعني اي بقى نعكشه او اي حاجه بتنزل على الورق في الاخر هيتشال بمنتهى السهوله. تاني طبقه معايا زي ما قلت لك، عايزه تحطي فواكه بين كل طبقه والتانيه براحتك ومزاجك. تالت طبقة، بصوا يعني تحدي 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 مع أم ريان المرة دي، تورتتين بحالهم ببضاية واحدة وبنفس المكونات اللي بنعمل بيها كل مرة. المهم الكيك هيبدأ يشرب الصوص اللي أنا بحطه عليه ده وتبتدي تعملي كل الطبقات. هي عملت أربعة في كيكة في تورتة الشوكولاتة وأربعة في تورتة الفانيليا، اظن مفيش اسهل من كده. كيكه ممكن تعمليها في الطاسه، عملنا اتنين بمكونات سهله، طريقه التزيين سهله جدا، وان شاء الله انت تقومي تجربيها كده، عندك عيد ميلاد عايزه تعملي حاجه حلوه لاولادك، عايزه كده تتحدي نفسك كده وتقومي تعملي كده حاجه حلوه لبيتك، يعني مش هتلاقي اسهل من كده تورته باذن الله. ابتدي بقى غلي فيها لحد ما يعني بصي التغليف والتزيين ده براحتك ومزاجك، اهم حاجه بس ايه نداري طبقات الشوكولاته دي كلها. زي ما قلت لك عايزه تخلي الكريمه بالشوكولاته تضيف عليها معلقه كبيره من الكاكاو الخام، ساوي كله كده مع بعضه. وبعد كده ايه هجيب بقى ايه المشط بتاع الحلويات وابدا اساوي الجناب من فوق ومن تحت بحيث اللي هو يبقى شكلها متناسق. وده بقى اللي هو المشط اللي هو المنجرش، هبدا اعمل كده ايه شكل كده عشوائي، او لو ممكن عندك ورقه كوتشينه مفيش اي مشاكل هتقوم بالواجب. ابتديت اجيب شويه من الكريم شانتيه، ابتديت احط عليها كده معلقه من الكاكاو الخام، ودي اللي عجرنش بيها فوق الوش، هعمل بيها يعني وردات كده. ابتديت احطها كده في الكيسه الحلواني مع اي شكل بلبله وبراحتك ومزاجك. جبت كده ايه اتنين باكو من البسكوت الاوريو او البوريو، ده اختياري طبعا، وده اللي هنجرش بيه الجناب. ابتديت اشيل منها الكريمه وبعد كده هبتدي افتته حتت صغيره من الجناب كده، بقى ابتدي جرناشي التورته بتاعتك. عايزه بديل الاوريو ده ممكن تحطي سوداني مجروش مفيش اي مشاكل، اي حاجه عندك اعمليها، عايزه تسيبيها ساده برده مفيش اي مشاكل. بصوا بقى فايدة الورق ايه، اهو بنشيلوه بكل سهولة بيطلع لك كل حاجة نزلت على القالب. اظن مفيش اسهل من كده طريقة تزيين وكيكة زي الفل. هبدأ اسيبها كده؟ لا طبعا ما يرضينيش. ابتديت اجيب الصوص الشوكولاتة بتاعي الحلو، هبدأ بس ايه يعني المنطقة اللي في النص كده، انا مش عايزاه ينزل من على الجناب عشان انا اصلا مجرنشاه. ابدا اسيبها كده؟ لا طبعا ما يرضينيش. ابتديت كده اعمل ايه وردات بالكريمه اللي هي البني، اهو عشوائي خالص، اسيبها كده ما يرضينيش. ابتديت اجيب ايه اللي هو الاوريو، حبات الاوريو، وابتديت احطها كده في الجناب. جبت برضو كرات الشوكولاته وابتديت اقرنش بيها. بصوا تزيين التورته ده كل واحد على حسب راحته ومزاجه، كل واحد على حسب اللي موجود عنده في قلب بيته، ممكن تسيبيها ساده، ممكن تحطي فيها صوص الشوكولاته، صوص نوتيلا، اي حاجه اللي عندك كله اعمليه. انا قلت لك من البدايه طريقه التزيين وطريقه العمل. اعمل كده روزتات كده في الجنب
اللي هي ببواقي الكريمة اللي هي بالشوكولاتة، وكده يعني تعتبر تورتة الشوكولاتة مفيش أسهل منها، وشكلها حلو قوي وعجبني بصراحة، وطعمها كان زي العسل. اسيبها كده ما يرضينيش، ابتديت اجيب بقى في الروزتات اللي تحت دي، ابتديت احط كده بين كل واحدة والتانية كرات من الشوكولاتة. اظن مفيش اسهل من كده تورته، تنفعك بقى في اعياد ميلاد، تنفعك سهرايا عشواية، حاجة حلواية يعني، حاجة كده زي العسل. بصوا شايفين شكلها، انا كنت عاملة التورتة دي الساعة 2 بالليل، فبصراحة دخلتها التلاجة وقلت الصبح بقى ايه اكمل باقي تصويرها والتقطيع بتاعها. التورتة التانية برضو هكذا، جبت الطبق بتاعي الأصفريقة وابتديت احط عليه نفس الورق اللي انا حطيته في المرة الاولانية. زي ما انتم شايفين طبقات الكيكة كده بين كل طبقة والتانية، احط برضو الكريمة. بصراحة ربع كيلو خلص معايا في التورتة الاولانية، كان فاضل شوية صغيرين فابتديت اضرب شوية تانيين من الكريمة. طبعا اعملي طبقة كده محترمة كده من الكريم شانتي، بحيث اللي هي تعلي التورتة معاكي وفي نفس الوقت تديها طعم حلو. ما تزوديش في السكر اللي في الكريمه بحيث ان هي ما تبقاش مسكره معاكي قوي. اظن مفيش اسهل من كده تورته، هتقومي تعمليها فورا. اهم حاجه تبتدي تعملي التورته بتاعتك وتسيبيها في الثلاجه اقل حاجه لمده ساعتين، بحيث كل المكونات تتشرب مع بعضها وتطلع معاكي طعمها زي العسل. اربع طبقات زي الفل، الكيكه عاليه. طريقتها في الطاسه سهله جدا، طريقه التزيين ده زي ما قلت لك كل واحد على حسب طريقه تزيينه وعلى حسب المتوفر عنده. هتقومي تعمليها فورا فورا فورا. زي ما انتم شايفين طريقه التزيين سهله خالص، يعني مفيش اسهل من كده. ببضايه واحده هتقومي تعملي 2 تورته بطبقات، وكان طعمها زي العسل كده زيكم، بالف صحه وهنا على قلوبكم. اي نوع فواكه بقى عندك حطي، انا بصراحه كان عندي البرتقال وكان عندي الكيوي، فقلت عادي يعني مفيش مشاكل، ابدا ازين كده تزيين بسيط جدا بحيث يعني اغير الشكل عن بتاعه الشوكولاته. ابدا اشيل الورق اللي تحت اهو، زي ما قلت لكم ده ليه فايده جامده جدا، اللي هو بيخلي الحاجه نظيفه بس معاكي كده من تحت. هبتدي احط كده شرايح برتقال، بصراحه انا لقيتها مقطعاها سخينه فابتديت ارققها عن كده كمان، يعني خليها شرايح رفيعه. ابتديت احط كده داير ما يدور اهي الشرايح الرفيعه اهي، وبعد كده قلت ايه عندي شويه كيوي، قلت اعمل كده تزيين كده بسيط فوق الوش. عندك فراولة حطي، عندك كريز حطي، عايزة تسيبيها كده سادة تعملي يا دوب شوية روزتات كده ورد ولا أي حاجة براحتك ومزاجك. ابتديت كده جرنشة كده من النص، وحط كده يعني قطع برتقال كده صغنطوطة بحيث اللي هي تكسر اللون الأخضر اللي فوق، شويه كريم شانتيه كده باللون الاحمر يكسر اللون شويه، وحطيت عليها اللي هو التوت اللي هو الاسود. التزيين براحتك ومزاجك زي ما قلت لك كده، يعني حاجه فخامه فخامه. ودي كانت النتيجه بقى، يعني كانت طبقات طبقات. المهم انا كنت عامله التورته دي بالليل، بصراحه الساعه 4 بالليل كنت مخلصاهم، ابتديت ادخلهم في الثلاجه بحيث ان هم كده ياخدوا ويدوا مع بعضهم وتديكي نتيجه افضل، وابتديت اقطعها معاكم بقى الصبح. كانت النتيجه تحفه والطعم كان مفيش احلى ولا اروع من كده بصراحه، يعني ان شاء الله هتجربوها وتدعوا لي. بصوا شايفين الطبقات، حاجه كده عظمه. ولا تقولي لي بقى لبار ولا اي محل حلواني، احنا بقى اللي هنفتح محل في البيت باذن الله، وهتعجب ولادك هتعجب جوزك. فرحي داخل علينا عيد ام، وممكن تعمليها كده لحماتك لمامتك لكل حبايبك، ان شاء الله تجربيها ومش هتندمي. بصوا شايفين الطبقات، يعني الطبقه متماسكه وبتطلع في الشوكه كده زي سكينه في الحلاوه. حاجه كده زي العسل على قلوبكم. انا خلاص خلاص يا ام ريان، خلاص خلاص انت بتغزينا. المهم الطبق ده انا خلصته، يعني اي قطعه انا قطعتها انا اللي خلصتها. ريجيم باظ بقى، ريجيم باظ يا جماعه. بصوا شايفين بقى بتاعه الكريمه،
بتاعه الفواكه زي العسل، طبقات 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 زي ما انتم شايفين. القطعه بتطلع كده بقطعتها اهي، زي ما قلت لكم حطيتها في الثلاجه شويه بحيث ان هي تمسك نفسها، وحاجه كده زي العسل على قلوبكم. في نهايه الفيديو بقى انا مستنيه تعليقاتكم، مستنيه للفيديو ده لايكات كتير، وان شاء الله الفيديو ده باذن الله املي في الله كبير اللي هو يكبر بيكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وتحليه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.